السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مهم للمعماريين والمصممين الداخلين الانتيريور ديزاين، بيساعدك ان انت تعمل ماتيريال بورد ثلاثية الابعاد، وفي تمبليت كتيرة جدا تقدر ان انت تبدأ من خلالها، في ماتيريال تقدر تستخدمها زي ما انت عايز، وفي اكسسوارات تجميلية جميلة زي مثلا معدن او خشب او نباتات، دهانات الوان مختلفة، وتقدروا تعملوها اكسبورت وتصدير ك3D او كصورة عشان تستخدموها في التصميم بتاعكو. وفي تقريبا اكتر من 1000 برودكت تقدر انت تستخدمه، وفيها لايتنج طبيعية بالشكل الجميل دوت. تقدر زي ما انت شايف تحط الماتيريال اللي انت عايزها، طيب تعال نشوف البراندات الموجودة والبورد اللي موجود. دي البراندات، كل واحد من دول تقدر تدخل جواها وتشوف بقى الماتيريالات الموجودة، مجموعة كبيرة جدا، والبوردس تقدر تشوفها في 3D وتعدل فيها زي ما انت عايز. طول ما شغال على الموقع ما فيش مرة قال لي ادفع فلوس او اي حاجة خالص. بص الجمال، طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نعمل ايديت للبورد، ممكن تشغل النارة وتعدل فيها لو انت حابب. طبعا بيفتح لي بقى المات بورد، تقدر تعمل بروجكت جديد او تاخد كوبي من البروجكت ده وتشتغل عليه، وتقدر تعمل له ريكورد او شير او تعمل له داونلود. اي ماتيريال بقى ممكن انت عايز تستخدمها وتبدلها، تقدر ان انت تسحب وتحط بالشكل دوت. يعني دي عندي اوبجكت، هنا اكسسوارز، وعندي مثلا بنت، بالشكل دوت. كل واحد فيهم اقدر اعمل لها موف او ديليت او زي ما انت عايز. طيب الماتيريال بيحمل الماتيريال اهو، وتقدر تعدل فيه، تكبر وتصغر زي ما انت عايز. هو بيقول لي ادخل بالحساب بتاعك لو انت عايز اكتر، مش مشكلة، الحساب مجاني مفيهوش اي مشاكل خالص. دي تمبليت كتيرة تقدر ان انت تبدأ من خلالها، تقدر تضيف تكست، تقدر ترفع ايمج من عندك، وتقدر تشوف الماتيريال بتاعتك زي ما انت عايز. فموقع خطير جدا جدا، يعني اتمنى يكون مفيد بإذن الله. شكرا.